حياكم الله في دراما بحرينية، ولازلنا في حقبة الثمانينات، وسؤالنا للناس لازال مستمر عن أبرز الأعمال الدرامية والفنانين في تلك الفترة، ومن خلال إجابات الناس بنعرف الدافع من وراء تقديمنا لهذا البرنامج. تذكرين أعمال برزت في فترة الثمانينات؟ كان لها أثر؟ كان أم هلال أعمال من الثمانينات، أعمال درامية في فترة الثمانينات، إيش تذكرين لنا؟ عندك هاي فرجان الأول؟ لا، في التسعينات، قبل الثمانينات؟ ما أتذكر، أنا إذا شفتهم بس ما أتذكرهم محمود. والله هذه والله بعض الأشياء يعني راحت عن بالي. إذا تذكرين فنانين برزوا في فترة الثمانينات تحديداً، أسماء الفنانين؟ شو اسمه يوسف بهلول، بهلول، وعندنا فضيل المبشر اللي الحين تقاعدت، وعندنا الله يسلمك نسيت والله سلوى بخيت أم هلال، وجاسم الصيق كان زميلنا في الوزارة. والله في بعض لهم يعني بعد تدري ساعات كبرنا. الله يولج العافية. في الثمانينات سلوى بخيت أم هلال، برنامج أم هلال. أعطيت لنا اسم الحين وعمل. اي ها الاسم صح أم هلال. بعد بلنا ننسى هذا ملي. اي سلوى بخيت، اي أحمد مبارك، محمد عواد. اي في العام 1983 تعددت وتنوعت مصادر الإنتاج الدرامي التلفزيونية، منها ما كان من إنتاج المؤسسات الخاصة، ومنها ما كان من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون كما كان يطلق عليها في تلك الفترة. ولنبدأ بعمل عرض في شهر 2 عام 1983، وهو بعنوان العجوز الشرير من إنتاج المسرح الأهلي البحريني، وهو يعتبر أول عمل بحريني موجه للطفل، وقد تم تسويق هذا العمل لأول مرة على تلفزيون المملكة العربية السعودية وعلى تلفزيون أبوظبي. قد تكون هذه طبعا أول عملية تسويق لإنتاج درامي محلي طبعا نشهدها في البحرين. العمل طبعا هو يعني عبارة عن فانتازيا خيالية تتضمن إرشادات ونصائح ومواعظ موجهة للأطفال، حيث يقص الجد حكاية مشوقة للأطفال حول شخص عجوز وطبعا شرير يعمل في حقل الكيمياء ويخترع سائل يستطيع من خلاله تصغير الأجسام، وطبعا أكيد هو يستخدم هذا الأمر في الشر للتخلص من أربعة من شباب الكشافة الشجعان اللي بدورهم أيضا يتصدون لأعماله الشريرة. العمل استخدمت فيه الخدع السينمائية لأول مرة على شاشة تلفزيون البحرين، وهو من تأليف حمد الشهابي وسيناريو وإخراج أمير الشايب، وشارك في أداء الشخصيات ناصر القلاف، خليفة أبو الشوك، حمد الشهابي، رحاب المحرقي، فريد شريدة، جمال الشافعي، نور أبو الشوك، وفتحي مبارك.
طيبين عيالي المجتهدين، لكم عندي مفاجأة، مفاجأة تعجبكم كلكم وتحبونها. طبعا هالمفاجأة كلكم بتحبونها، بس صبروا علي لحظات وتشوفون المفاجأة الحلوة هذه شلون عدالة. عيالي هذه مفاجأتي اللي وعدتكم بها، مفاجأتي الأولى هذه. عيالي الحلوين، عيالي الشاطرين، مفاجآتكم وايد، وعطيتكم مفاجأة واحدة، والحين أحب أعطيكم هدية أحسن وأحسن. الشمعة هذه شوفوها، هذه الشمعة أخذوها مني. والحين يا عيالي يدور الكبريت، هذا الكبريت اخذوه. في نفس العام قدمت هيئة الإذاعة والتلفزيون سهرة بعنوان فجر يوم آخر، كتبها خلف أحمد خلف وصاغ لها السيناريو والحوار عيسى الحمر، وهي عن رب أسرة يعمل سائق سيارة أجرة يتعرض للشلل فيدفع بابن الصغير للعمل من أجل إعالة الأسرة، حيث يتعرض الأبن طبعا للعديد من المشاكل التي عادة ما تكون طبعا أكبر من تجربته الحياتية البسيطة، خصوصا وأنه يعمل في غسيل السيارات ومع منظفي السيارات في طبعا المواقف، منظفي السيارات عبارة عن مافيا. شارك في أداء شخصيات هذه السهرة محمد ياسين، شفيقة يوسف، جاسم شريدة، سامي القوز، والطفلان طبعا جمعان الرويعي وفي الشرقاوي ومحمد عواد، العمل من إخراج فتحي السبع ومساعده طبعا أمير الشايع. لين متى بتمراقل؟ لين متى؟ لين الظهر؟ لين تغيب الشمس؟ لين متى؟ عبد الله بالعدل خليني هرب جديد، بس كنت هو مخلص الامتحانات. ما يبي صريف، ما يبي ثياب، ما يبي دفاتر، مو وين اجيب له؟ قم بس كرقار، قم دبر نفسك شبه فلس، خلي نفعونك. عبد الله شو تقول انت؟ وين يروح يدبر نفسه ويجيب لك شبه فلس؟ يتعلم من الحين يشتغل، يتعلم من الحين يلزق الصبح. في اشغال وايد، انا يوم كنت كبرك كنت اشتغل. يلا شنو الشغل اللي يقدر عليه ناصر؟ شنو الشغل اللي يقدر عليه ابو 10 سنين؟ انا اقول شنو الشغل اللي يقدر عليه؟ انا اقول شنو الشغل؟ هاكت هلا وش قب. اتغير ثاني. لا اشتغل. تعال. شغل اللي تشتغله. شيل يدك على السيارة لا توسخها. شغل. أغسل سيارة. أبوي شوف روح دور لك أي دفنة تغسل فيها. ليه؟ أما هني لا، هاي محلنا إحنا. ليش؟ إيه. الحين بقول لك ليش. تعال يا أحمد. محمد. تعالي. تعال تفهموا يا الولد تعالوا. الحين هذا اللي بيقول لك ليش. ليش؟ أساس تعرف إن المحل هذا محلنا إحنا. يلا خلنا نمشي. ما أدري. خلنا نخبر السيارة. شنكم؟ ايش فيك يا ميران؟ اسمع يا احمد، المحل هذه محلنا احنا. من يقول؟ اسال احمد. تعال
والوفاق خلي الرجال يتعزى. محلنا هذه من محلنا يا محمد. شوف يبا شوف الولد هذه ما يجي المحل هذه. شوف يبا هذه ولد عمي وانا عارفه زين واللي يشرب ماي يشرب دم. يلا بلد يلا 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 روح تغزلهم روحوا عشان خاطرك يا حميد احنا بنسامح المرة. روح يبا روح يا محمد روح عم اشوف لك روح عطى زينتك كلبت هاوش بس انت. صباح الخير يبا. صباح الخير يا ولدي. وين رايح يا ناصر؟ رايح الشغل. تعال يا ولدي تعال. ما تعبت من الشغل خلاص؟ إجازة الربيع خلصت باكر بتخلص ولازم ترد مدرستك. بس انت قلت لي ان انا ريال بيت لازم اشتغل علشان اساعدك واساعد امي. صحيح انت ريال البيت وما قصرت، بس علشان تكون ريال كفو لازم تتعلم. انت ما قلت لي انك تبي تطلع دكتور؟ اللي يبي يطلع دكتور لازم يتعلم. ايش رايك؟ فجر يوم اخر صورناه في مدينه عيسى في بيت الاستاذ المرحوم سالم اللي هو المشهور بحيان الحيه سالم سلطان الاستاذ سالم سلطان. فاللي مثل في العمل محمد ياسين اللي هو الأب وصاحب تاكسي وبعد فترة صاده عجز وما قدر يشتغل. أولاده كانوا اثنين ولد وبنت. البنت اللي هي في الشرقاوي أول عمل كان لها وكانت صغيرة وجمعان أول عمل اللي كان وكان صغير. فهذه السهرة العمل اللي خلوا الأولاد خلوا الولد إنه يروح يشتغل وهو صغير في تنظيف السيارات في مواقف السيارات. فمن الطريف اللي في العمل كان الأستاذ المرحوم جاسم شريدة هم يشتغل في تنظيف السيارات في المواقف فمحتل الباركات الموقف له فما يقبل أن أحد يجي ياخذ مستعمرته لهذه يعتبر مستعمرته هو ومنطقته فيصير بينهم شجار. و أنا في نفس الوقت كنت أمثل في مشهدين ثلاثة في نفس العمل دخلت بينهم على أساس أفكك الشجار اللي صار بينهم. العمل هذه كان يعني من الأعمال الطريفة الحلوة واللي تبين لك شلون الولد يوقف في صف أبوه وأبوه عاجز عن العمل. فهذه الأحداث اللي صارت في العمل هذه. لا هذا العمل إنتاج التلفزيون البحرين. لما استلمنا النصوص وقريناها وكان مدير الإنتاج كلفني بعمل السهرة هذه. أعقب هذه السهرة إنتاج سهرة أخرى لهيئة الإذاعة والتلفزيون بعنوان العطش للكاتب خلف أحمد خلف. كتب له طبعاً السيناريو والحوار الشاعر علي الشرقاوي والكاتب أمين صالح وأخرجها الفنان عبد الله يوسف. تدور أحداث السهرة حول بقعة الزيت اللي طبعاً ضربت سواحل الخليج بعد تسربها من إحدى السفن الأجنبية ومعاناة أهل البحرين منها. شارك في التمثيل أحلام محمد، إبراهيم البنقي، محمد عواد، جاسم شريدة، شفيقة يوسف، عبد الله ملك، وطبعاً فاطمة الدوسري، وسالم سلطان، وعلي سلمان، وصقر سعد. We'll be right back.
عم مرزوق عمي مرزوق. هذه انت يا ابو سعد؟ اي نعم يا عمي. شلونك؟ شلون صحتك؟ راحوا. سهرة العطش من الأعمال الدرامية البحرينية اللي أكدت على حرص القائمين على الدراما المحلية على أن تكون أعمالنا محاكية لبعض الأحداث الحقيقية اللي يتعرض لها المجتمع البحريني، خصوصاً اللي ترتب عليها شيء من المعاناة. وسهرة العطش افتحت الباب واسعاً أمام أعمالنا الدرامية لمحاكاة الكثير من أوجه المعاناة اللي لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات. يارا مثلاً عتيجة ومنتفق حتى شكله يضحك يبا. اسمع يا إبراهيم، احنا تعلمنا من الدنيا ان الواحد اذا بغى يعرس يبرز بيزاته، مو يغير شكله وسيارته. هو الأخ يعني العزيز أمين صالح ككاتب وروائي كان مهموم ومشغول ومشغوف بالسينما، السينما في إطارها الواسع العالمي العربي المحلي، يعني السينما كسينما اعتبرها يعني شكل حديث قوي لتعبئتها بكثير من المواضيع. فلما شاف مسألة المسلسلات دخل في التجربة، وسبق تجربته في ملح وذهب ككتابة نص، كتب نص العطش سهرة تمثيلية أيام بقعة الزيت اللي اجتاحت المنطقة وصلت لشواطئنا. وتذكر طلعت صورت أنا الساحل كله السمك ميت ضمن سهرة العطش. هو كتب السهرة مع الشاعر الأستاذ علي الشرقاوي أمين صالح، وأنا أخرجت. هذا هو العمل الأول اللي أنا أشتغل فيه العطش. بعد ما عرفت يعني تلمس شفت اشتغلت في العطش، كنا أنجزنا مهنة المتاعب وقطار عام 2000 انتهينا منهم. بس التجربة اللي أنا حبيت أدخلها من خلال ما ممكن أدخل مسلسل دفعة واحدة. وصلنا إلى الختام في الحلقة القادمة، طبعاً نكمل باقي اللقاء مع الفنان عبدالله يوسف ومسيرتنا الدرامية التلفزيونية. في أمان الله.